تطبيق المشاريع الفلاحية على أرض الواقع، تنفيذ متطلبات الفلاحين ومرافقتهم ميدانياً، إجراءات من شأنها النهوض بالقطاع لكن عراقيل إدارية تحول دون تجسيد المشاريع المسطرة. هذا ما جاء على لسان المسؤول الأول عن القطاع. Il y a des structures locales qui n'ont même pas un jour de réception. Et pourtant, il y a une note que vous avez reçue. Et c'est une note des hautes autorités de l'État. Les jours de réception pour l'agriculture au niveau local, c'est tous les jours. Un agriculteur qui fait 100 ou 150 km, il vient. لقاء وزير الفلاحة بإطارات القطاع جاء أيضا للتأكيد على أهمية ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء كإجراء من شأنه ترقية وتطوير هذا النشاط. اليوم باش ننطلق فعليا في هذه العملية على مستوى الميدان، هذا الشيء اللي خلانا نلاقيه المسؤولين قطاع الفلاحة على مستوى المحلي ومسؤولين على مستوى الصداق باش نروحوا بكل مفهوم ونروحوا رابيدمون في الإلكتريفيكاسيون تاع المستثمرات الفلاحية. بين الجهود الرامية لرفع العقبات البيروقراطية وتوفير الإمكانيات اللازمة، تأتي عقود النجاعة الممضاة بين الوزارة ومديريات الفلاحة للدفع أكثر بالمشاريع المبرمجة لتتحول إلى حقيقة.